مرحبا شباب، هذا الفيديو خاص بالإخوة الذين عندهم جيلبريك على iOS 13 سواء Uncover أو Checkrain. في هذا الفيديو بإذن الله سأشارك معكم الحل النهائي لمشكل عدم اشتغال بعض الألعاب أو التطبيقات بسبب الجيلبريك، سواء PUBG كما تعلمون PUBG تأخذ عليها باند، سواء بعض التطبيقات البنوك إلى آخره، جميع التطبيقات سناب شات وأيضا بوكيمون جو، جميع التطبيقات والألعاب التي عندك بها مشكل لأنه معك جيلبريك. إن شاء الله في هذا الفيديو سنحل المشكل نهائيا. لا تنسوا اللايك والاشتراك إذا عندك آيفون، ويلا نمر على الفيديو. إذن على بركة الله إخوتي نمر مباشرة على الشرح، لكن أريدكم أن تنتبهوا جيدا وتركزوا إلى جميع المراحل. سأشارك معكم طريقة تثبيت هذه الأداة التي ستقوم بمنع أو إخفاء الجيلبريك على جميع هذه التطبيقات، وأيضا سأشارك معكم الحلول، يعني إذا لم يشتغل معك كيف تقوم بحله. نمر مباشرة إلى السورسات، وسوف نقوم بإضافة هذا السورس الجديد Add Source وننتظر إلى حين إضافة السورس. جميل، مباشرة بعد إضافة السورس نعود إلى السيديا، وكما تشاهدون إخوتي سوف نجد السورس من هنا Acusio Repo. نذهب الآن إلى خانة البحث في السيديا ثم نبحث عن هذا الاسم كما تشاهدون Kern Bypass، هي هذه تظهر أمامكم من هنا كما تشاهدون إخوتي. ندخل عليها ثم نضغط install ثم نضغط continue queuing من هنا إخوتي، لأننا سنقوم بتثبيت أدوات أخرى سنقوم فقط بإضافتها إلى التثبيت continue queuing، ومن ثم نرجع إلى البحث مرة أخرى ونقوم بالبحث على M terminal. مهم جدا كما تشاهدون إخوتي M terminal، هذا الأداة أيضا ندخل عليها ثم نضغط install وأيضا نضغط continue queuing، لأننا سنقوم بتثبيت أداة ثالثة التي هي فايلز. فايلز ممكن موجودة عندكم، لكن إذا لم تكن متوفرة يجب عليك أن تقوم بتثبيتها كما تشاهدون فايلز من هنا من سورس بيج بوس. نضغط انستال. كما تشاهدون الآن عندنا جميع الأدوات التي قمنا بإضافتها، سنقوم بتثبيتها كلها دفعة واحدة. نضغط على كونفيرم وننتظر إلى حين التثبيت. جميل، نضغط ريسبرينج. اوكي، هنا سوف نمر الى الاكشن. اريد منكم الانتباه جيدا شباب. اول شيء سنقوم به سوف نرجع على السيديا ثم سوف نذهب الى نفس الأداة الخاصة بالبايباس التي قمنا بتثبيتها، لان بها هنا داخلها بها معلومات مهمة جدا كما تشاهدون. لو ننزل الى اسفل، هذه الأداة تعمل على جميع الجيلبريكات الموجودة على iOS 13 سواء Uncover أو Checkrain كما تشاهدون، وأيضا على جميع الأجهزة طبعا حتى آخر جهاز الآيفون 11 برو ماكس. هنا عندنا الأكواد المهمة جدا كما تشاهدون، الأكواد التي سوف نستعملها داخل الام تيرمينال. سوف نقوم بقفل هذه الصفحة ثم سنبحث، سنجد ام تيرمينال الذي قمنا بتثبيته سنجده من هنا، ندخل عليه إخوتي. وهنا أريدكم الانتباه لأنه سنقوم بإدخال بعض الأكواد. إذا رجعنا على الأداة من هنا يجب أن ندخل سو، ومن ثم نقوم بإدخال الباسورد، وهي على الشكل التالي إخوتي، جميع الآيفونات بنفس الشكل. سوف أقوم بكتابة سو، طبعا سيتم سأكتب لكم هنا الأكواد. أقوم بكتابة سو SU ثم أضغط على ريتورن، ثم سيطلب مني الباسورد كما تشاهدون إخوتي من هنا لا يظهر جيدا، سأحاول أن أظهر لكم. لما قمت بإدخال سو سيظهر الباسورد. الآن سوف أقوم بكتابة الباسورد، لكن الباسورد لن يظهر لما سأقوم بكتابته، لكن هذا ليس مشكل، هي تعمل بهذه الطريقة. سوف أرجع إلى هنا، والباسورد عندنا جميعا هو ألباين على هذا الشكل إخوتي كما تظهر لكم من هنا. وكما تشاهدون هنا رغم أنني أدخلتها فهي لا تظهر، لكن لا مشكل هي مكتوبة. الآن سوف نضغط على ريتورن، والآن لو تشاهدون من هنا سيدخلنا مباشرة إلى روت الآيفون، نعلم على أنه شغال. الآن سوف نقوم بكتابة الكود الثاني وهو change root fs كما تشاهدون إخوتي، change root fs مسافة and على هذا الشكل، يقول لك لا تنسى and بعد المسافة. سوف نرجع وسوف نقوم بكتابتها من هنا change root
اف اس سوف نعمل مسافة ثم علامة الاند الموجودة هنا كما تشاهد، هذه علامة اند سوف ننقر عليه على هذا الشكل ثم نضغط على ريتورن. جميل، الان قد دخلنا في البروسيس. الان سوف نرجع، وما هو الكود الاخر؟ يجب ان نكتب ديس اون مسافة في المئة واحد، ليس واحد في المئة بل في المئة اولا ثم واحد. سوف اكتب ديس كما تشاهدون هنا، سيظهر لكم ديس اون على هذا الشكل. ديس لا عفوا ديس اون ثم مسافة ثم علامة في المئة الموجودة هنا في الكيبورد كما تشاهدون، في المئة ثم واحد ثم نضغط ريتورن. وبهذا نكون قد قمنا بالعملية بالطريقة الصحيحة إخوتي. إذا واجهكم أي مشكل أثناء الكتابة من هنا خرج لك كود آخر غير هذه الأكواد التي تظهر أمامك من هنا إخوتي، هذه هي الأكواد الصحيحة التي يجب أن تظهر لك. إذا ظهر لك أي شيء آخر قم بفتح غلق تيرمينال ومن ثم قم بإدخال هذه الأكواد من جديد. جميل، الآن يمكننا الخروج من التيرمينال. الخطوة الموالية إخوتي الآن وهي الذهاب إلى الإعدادات من ثم النزول والبحث عن الأداة، سنجدها مثبتة عندنا من هنا كما تشاهدون كيرن باي باس، ندخل عليها ثم Enable Applications ومن هنا نقوم بإضافة جميع التطبيقات التي عندنا بها مشكل مع الجيلبريك التي تقوم لا تعمل لأنه موجود جيلبريك. شيء مهم جدا إخوتي، قبل القيام بهذه العملية يجب أن تحذف جميع الأدوات. إذا عندك أداة من قبل تقوم بإخفاء الجيلبريك على أحد التطبيقات، قم بحذفها جميعها، ضروري جدا حتى لا تعمل لك مشاكل بعدما تثبت هذه الأداة. قم بحذفها وثبت هذه الأداة شغالة 100% على جميع التطبيقات وجميع الألعاب. سأقوم طبعا بتفعيلها على التطبيقات التي عندي بها مشكل، وأولها طبعا وكما يعلم جميعكم هي ببجي. طبعا هنالك سناب شات به مشكل أيضا، وببجي موبايل، وأيضا برنامج البنك عندي لا يعمل لأنني عندي جيل بريك، سأبحث عليه. ومن هنا كما تشاهدون بوكيت بانك سأقوم بتفعيله. والآن إذا رجعت على تطبيق البنك الذي كان لا يعمل بالمرة لما أكون مفعل الجبريك، كما تشاهدون الجبريك عندي مفعل، السيديا شغالة، لما أكون عندي الجبريك مفعل لا يعمل معي تطبيق البنك بالمرة، لكن الآن كما تشاهدون شغال بدون مشاكل إخواتي، يمكنني الدخول عليه والتعامل معه كأنه ليس عندي جيلبريك. وأيضا ببجي بعد تفعيل هذه العملية وجميع الألعاب لن تحصل على أي بند ولا أي شيء. الآن نمر إلى إذا لم تعمل معك هذه الميزة، هنالك خطوة مهمة يجب القيام بها وهي بسببها قمنا بتثبيت فايلز إخواتي. نذهب على فايلز مباشرة بعد هذا، في حالة لم تعمل معك تدخل على فايلز ثم تضغط على النجمة الموجودة هنا في الأسفل ثم تنقر على روت. جميل، تنقر على روت لكي ترجع إلى الروت وهي أول صفحة في الفايلز. بعد الدخول على روت تنزل إلى الأسفل ثم تذهب على فار ثم تنزل إلى الأسفل تبحث على موبايل سوفتوير أبديت، موبايل سوفتوير أبديت على هذا الشكل إخوتي. ثم هنا سوف تجد هذا الملف MNT1 كما تشاهدون، هذا الملف إخوتي مهم جدا MNT1. إذا لم تعمل معك الطريقة سوف ترجع إلى هنا ولن تجد هذا الملف، يجب عليك أن تقوم بفتحه أنت شخصيا. كيف ستقوم بفتحه؟ فقط كأنك تضيف سورس داخل السيديا، تضغط على Edit ثم تضغط على علامة الزائد من هنا وتسميه MNT1 كلها حروف صغيرة بهذا الشكل كما تشاهدون إخوتي، ثم تضغط على دون لكي يتم إضافته من هنا ثم تضغط على دون وإن شاء الله سوف تعمل معك الطريقة. إذا قمت بكل هذه الخطوات ولم تعمل معك ارجع على السيديا، ابحث على الأداة، قم بعمل لها إعادة التثبيت وذلك بالضغط على Modify ثم Reinstall إعادة التثبيت، وبعد إعادة تثبيتها ارجع على الام تيرمينال، قم بإدخال الأكواد وإن شاء الله ستعمل معكم 100%. هذا هو أقوى حل متوفر حاليا نزل قبل أيام، إن شاء الله تستفيدون منه وتستفيدون من هذا الفيديو. لا تنسوا اللايك وردودكم التشجيعية.
وطبعاً إذا عندك آيفون وتهتم بمواضيع الآيفون والجيلبريك، لا تنسى الانضمام للعائلة وتفعيل الجرس دائماً ما ستفيدك المواضيع. نلتقي قريباً. سلام.